هنا المفتاح اللعب هنا ومفتاح اللعب هنا. محمد مجدي قفشه بيعيش افضل فتراته الكرويه مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره، افضل فتراته على مدار تاريخه، يعني في كل الانديه اللي لعب فيها 23 سنه محمد مجدي قفشه. عدد المشاركات في الموسم ده لعب اربع مشاركات برصيد 331 دقيقه، صنع هدف واحرز هدف وصنع هدفين وحصل على ضربه جزاء، يعني يعتبر متسبب في اربع اهداف للنادي الاهلي الموسم ده. محمد مجدي قفشه واحد من افضل اللعيبه، نتمنى ان هو يواصل الاداء ده. محمد هلال الناحيه الثانيه لسه الموسم ده ما سجلش ولا هدف، ما صنعش ولا هدف رغم تالقه في الموسم الماضي. لعب 455 دقيقه، لعيب خطر جدا في وسط الملعب، هو ومحمد عبد العاطي اثنين لعيبه كرتهم حلوه، زي ما احنا عندنا عمرو السوليه وقفشه، هم عندهم محمد هلال ومحمد عبد العاطي اثنين لعيبه كرتهم حلوه جدا، بيطلعوا بالكره من تحت بمنتهى السرعه، ومحمد هلال ممكن في بعض الاوقات بيستخدمه كمهاجم وهمي، يعني ممكن لو لا قدر الله تقدموا بهدف هتلاقيه مطلع اللي هو المهاجم مروان حمدي وبدا بمحمد هلال كراس حربه.